الجحيم 15. كيف الذهاب للجنازة يساعد المي 4 دقائق؟ كيف يمكن للذهاب إلى الجنازة أن يساعد المتوفى؟ في كثير من الأحيان أتلقى كلمات على الإنترنت من أشخاص يقولون لي: والدي ماتت أمي في وقت قريب جدا ولم أكن هناك ولم أجرؤ على الإطلاق في حياتهم، لكنني فكرت في القيام بذلك قبل وفاتهم وأطلب منهم الصفح عنهم. كل ما فعلته خطأ في طفولتي في مراهقتي وأن أتصالح معهم وأغفر لهم ذنبهم، لذلك ماتوا هكذا ولا يمكنني تجاوز ذلك لأنني لم أستطع أن أقول وداعا لهم. هؤلاء الناس يرتكبون خطأ، هذا يعني خطأ الاعتقاد بأن العالم الآخر منفصل تماما عن هذا العالم، لدرجة أنهم بمساعدة الملاك الحارس لم يتمكنوا من رؤيتنا نقول لهم كل الحب الذي لدينا. وفقا لتجارب الاقتراب من الموت أنه عندما تموت تستمر المرحلة الأولى ربما 3 أيام، 3 أيام رمزية في بعض الأحيان لفترة أطول قليلا، ولكن 3 أيام بين هذا العالم والآخر جميعهم يشهدون أنهم هناك حول المكان الذي يوجد فيه أجسادهم، وعندما يفكرون في من يحبونهم على الأرض يجدون أنفسهم على الفور معهم مع نوع من الجسد النفسي، فهم يسمعون أفكار المقربين منهم. لذلك لأنه يستمر لفترة حتى يظهر المسيح في هذا المقطع الذي يأخذهم إلى العالم الآخر، هناك على أي حال في يوم الجنازة في كثير من الأحيان حضور الشخص المتواجد هناك بعمق والذي ينظر إلى أفكارنا. وهكذا يجب أن نستفيد تماما من يوم الجنازة هذا ليس فقط